Je donne maintenant la parole à son excellence monsieur Antonio وأعطي الكلمة Guterres, الآن إلى معالي secrétaire الأمين général de العام للأمم l'Organisation des المتحدة Nations السيد أنطونيو Unies, qui va faire غوتيريش une déclaration. ليدلي ببيانه. الكلمة إليكم السيد الأمين العام. أصحاب الفخامة والمعاني والمعالي والسعادة، سيدي سادتي مع حفظ الألقاب، يسعدني أن أتقدم بخالص شكري لحكومة المملكة المغربية وشعبها على استضافة هذا الجمع الغفير العالمي الغفير وعلى كرم الضيافة في هذا القصر الجميل والبديع للمؤتمرات، وشكر موصول لكم جميعا على هبتكم إلى هنا تحزبا للميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ونظامية. واليوم جئنا هنا نقطف ثمرة جهود مضنية ودؤوبة بذلت، وأود أن أعرب عن إعجابي الشديد بمن تبصر في رؤية هذا الاتفاق ومن عمل متفانيا على إخراجه في هذا الإخراج الحسن. ما جئتم هنا أو إلى هنا لتكونوا شهودا على أهمية هذا الاتفاق في رسم خارطة طريق تجنب مساليكها العالم الشقاء والفوضى، وهي خارطة توطد التعاون وترسي استراتيجياته ليعم الخير على الجميع. إلا أنه شاب هذا الاتفاق ومسألة الهجرة عموما إفك شديد وترهات عديدة، لذلك اسمحوا لي أن أستهل هذه الكلمة بتصحيح بعض هذه المغالطات. المغالطة الأولى: سيمنح هذا الاتفاق الأمم المتحدة سلطة تملي بها سياسات الهجرة على الدول الأعضاء في انتهاك لسيادتها. هذا افتراء. هذا الميثاق ليس معاهدة، ثم إنه ليس ملزما قانونا، بل هو إطار للتعاون الدولي يولد أو ولد من رحم مسار تفاوضي بين حكومات الدول الأعضاء، مفعما بالنوايا الصادقة ومتشبثا بمبدأ سيادة الدول بما في ذلك، وأقتبس من نصه الحق السيادي الثابت للدول في وضع سياستها القومية للهجرة وصلاحياتها في تنظيم حركة الهجرة وشؤونها داخل حدودها وفق القانون الدولي. نهاية الاقتباس. المغالطة الثانية: سيزيد الميثاق حقا جديدا يسمح للناس كافة بالذهاب هجرة أن شاءوا ومتى شاءوا. هذا افتراء. هذا الميثاق لا يؤكد إلا على ضرورة منح المهاجرين جميع الحقوق الواردة في شرعة الحقوق المكفولة أيا كان وضع الإنسان ووضعهم، ولولا ذلك لكانت سخرية من سخريات الأقدار أن نوافق اليوم الذي نحتفل فيه بالذكرى السنوية 70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اليوم الذي نقصي فيه المهاجرين من نطاق هذا الإعلان. المغالطة الثالثة: الهجرة هي الأساس في تنقل الناس من جنوب العالم إلى شماله. هذا افتراء. إن موجات الهجرة بين جنوب الدول الجنوب هي اليوم أوسع نطاقا من موجات الهجرة القاصدة شمال الأرض من جنوبها. فعلى سبيل المثال، تزيد أعداد المهاجرين الأفارقة الوافدين على دول أفريقية أخرى عن الأعداد الوافدة على دول أوروبية. المغالطة الرابعة: الدول المتقدمة ليست بحاجة إلى الهجرة. هذا خطأ. في العديد من الدول التي تنخفض فيها نسبة الخصوبة أو نسب الخصوبة ويرتفع فيها أمل الحياة عند الولادة، ستعيش الأنظمة الاقتصادية حالة من الركود وسيعاني شعبها الولادة دون هجرة. سأضرب لكم مثالا من حياتي الخاصة. لقد بلغت والدتي 95 عاما من العمر وهي تعيش في البرتغال، وهي في حاجة دائمة لن يعتني بها على مدار 24 ساعة. فعندما أزورها في لشبونة قال ونادر أن أجد عندها شخصا برتغاليا يتولى الاعتناء بها، فمن يسهر على قضاء حوائجها على مدار الساعة هم عادة من المهاجرين. وكما تعلمون فإن البرتغال ينتمي إلى سرب الدول الأغنى في العالم، ومن الواضح تماما أن معظم البلدان المتقدمة في حاجة إلى المهاجرين في العديد من القطاعات الرئيسية، بدءا من قطاع رعاية المسنين إلى قطاع الخدمات الصحية من انهيار لانهيارها على سبيل الذكر والحصر. لذلك دعنا ننتقل الآن من المغالطات والأوهام إلى الحقيقة، وهذا هو وما سيقوم به الميثاق. هذا الميثاق أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة، ينتقل اليوم أكثر من 80% من المهاجرين في العالم بين البلدان بطريقة آمنة ومتقدمة
المنظمة، إلا أن الهجرة غير المنظمة ترجم عنها تكاليف بشرية فاتحة، تكاليف الأرواح المفقودة في الرحلات المحفوفة بالمخاطر عبر فيافي الصحراء وعباب البحار والأنهار، وتكاليف الخسائر في الأرواح على أيدي مهربين وأرباب العمل المتسلطين دون ضمير وغيرهم من المتربصين بهم شرا. لقد لقي منذ عام 2000 ما يزيد عن 60,000 مهاجر حتفهم في طريق الهجرة، وهذا الرقم هو وصمة عار على جبين البشرية جمعاء. وبالطبع وراء كل رقم من مهاجرين 60,000 يقبع إنسان، يمكن أن يكون امرأة، طفلا أو رجلا كان يسرح في حلم بسيط يحلم به أي واحد منا، حلم بفرصة متاحة وكرامة مصانة أو حياة كريمة، ولكن سواء كانت هجرتهم طوعية أم قصرية، وسواء تمكنوا من الحصول على رخصة رسمية بالهجرة أم لا، ينبغي لنا احترام حقوقهم وكرامتهم الإنسانية بصفتهم بشرا أولا وقبل كل شيء. إن إنكار هذه الحقوق واحتقار أي جماعة بشرية هو طريق الشر المؤدي إلى الحيوانية والبشاعات المخيفة. يجب أن لا نستسلم للخوف ولا للأقاويل الباطلة، إلا أن الاختلاف لا يفسد المجتمعات بل يزيدها قوة ومناعة وثراء، إلا أن هذه المجتمعات لا تولد ولاية بمحض الصدفة، فكلما تنوعت المجتمعات في أعراقها ودياناتها وثقافاتها كلما اشتدت الحاجة إلى الاستثمار في تماسك النسيج السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي. ينبغي أن يشعر كل فرد وكل جماعة باحترام الآخرين وتقديرهم، وأن يغمرهم الشعور بالانتماء إلى ذلك المجتمع الأوسع. هذه هي السبيل لوأد جذور العنصرية ومشاعر البغض المستحكمان الآن ضد كل أجنبي. ينبغي علينا الآن أكثر من أي وقت مضى وعلى نحو أوسع معالجة الأسباب الجذرية للتذمر السائد في العديد من المجتمعات ومن تسارع وتيرة التغيرات واتساع هوة التباين بين الناس. سيداتي سادتي، إن الميثاق يستند إلى فكرتين بسيطتين، هما أولا إن الهجرة كانت دائما سمة من سمات العالم على مر تاريخنا البشري، لأنه وفي ظل عالم أصبحت فيه الهجرة أمرا حتميا وضروريا أكثر من أي وقت مضى، ينبغي تنظيمها تنظيما محكما آمنا، لا أن تكون متخبطة في عشوائيتها وفي هاويتها. سيدتي سادتي، إن الميثاق هو جزء من نهج لا يهدف إلى مساعدة المهاجرات والمهاجرين فحسب بل ومجتمعات المنشأ والمضيفة أيضا. يثمن الميثاق أهمية التحويلات المالية من منظور مائي، إن الأموال التي يرسلها المهاجرون إلى ديارهم تبلغ 3 أضعاف مبلغ المساعدة الإنمائية الرسمية، على الرغم من أنهم ينفقون في مجتمعاتهم الجديدة 85% مما يكسبونه. يؤكد الاتفاق على الحاجة إلى إرساء المزيد من السبل القانونية للوصول إلى البلدان والشركات وأسواق العمل التي تحتاج إلى الموارد البشرية. بفضل هذه السبل القانونية ستصبح جهود مكافحة الاتجار بالبشر واستغلالهم أكثر نجاحا. كما أود أن أشير إلى نقطة أخرى مهمة، يهدف هذا الاتفاق إلى إرساء إطار للتفكير في استراتيجيات دعم التنمية في الدول المنشأ، إذ ينبغي أن يكون قرار الهجرة قرارا طوعيا لا أن يأتي كرها من بؤرة اليأس. وما جاء هذا الاتفاق إلا لإسماع صوت النساء والفتيات، وهن الأكثر عرضة لمخاطر الهجرة وأهوالها، وهن يمثلن زهاء نصف المهاجرين البالغ عددهم 260 مليونا في جميع أنحاء العالم. ونسعى عن طريق هذا الميثاق إلى وضع إطار نحصن به أنفسنا من الكوارث الوشيكة والتي تتمثل أساسا في الموجات الهائلة من البشر الذين زادت التغيرات المناخية من بأسها. يستند الاتفاق إلى خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وأؤكد هنا مجددا أن المبادئ والمعايير المعترف بها عالميا بما في ذلك سيادة الدول مكفولة في هذا الميثاق، وفي حلتها الجديدة وشبكتها الجديدة ستسعى وكالات الأمم المتحدة وخاصة المنظمة الدولية للهجرة إلى دعم أو تقديم دعم أسخى للدول الأعضاء أصحاب الفخامة والمعالي. بالتوازي مع الميثاق العالمي بشأن اللاجئين، يرسي الاتفاق العالمي للهجرة قاعدة صلبة للعمل الإنساني الحصيف والنافع للجميع. ومع أن
بعض الدول قد غيبت عن حضور هذا الاتفاق اليوم، فلا يسعني إلا أن أعبر عن رجائي في أن يشعروا بالخير الذي سيسوقه هذا الميثاق إلى مجتمعاتهم وأن ينضموا إلينا في بناء هذا الصرح المشترك، وأعبر عن ترحيبي بكل الأصوات الداعمة لهذا الميثاق التي تعالت من كل حد وصوب، وأثني على الجهود التي بذلتها السيدة رئيسة الجمعية العامة والمرسخين والممثل الخاص لي وغيرهم كثير لنضع سواعدنا في سواعد بعضنا ونعمل على رسم ملامح مستقبل مشرق يسوده الأمان والرخاء ونقطع دابرة الارتياع من داخل مجتمعاتنا وفي أنفس المهاجرين أن نوجد، وهو أمر عزيز علينا جميعا. أشكركم جزيل الشكر على حسن إصغائكم.